ما شاء الله عبد الحكيم حسين جزاك الله خيرا. ما شاء الله. In short, it was a welcome words in Arabic with lot of prayers in also. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala also to do an acceptance for us inshallah ta'ala. Give us a lot like him who will be also doing a lot in that inshallah. Very young but also very eloquent also. Then I call upon Abdurrahman Ali to the stage also. It will be also an advice and it is a preaching. It talks more about the finishing of the Quran, and after the Quran is finished and recited correctly, whatever rewards that the person receives, this is mainly what he is going to talk about. So it will be in Arabic. We ask also Allah give us the understanding. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله ذي العزة والجبروت، بيده ملكوت السماوات والأرض، علام الغيوب، خلق السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحضور أيها الحضور الكرام، أشكر الله على نعمته، أشكر الله على نعمته عليكم إذ جعلكم أمة القرآن الكريم والفرقان ليزيدكم من فضله، لئن شكرتم لأزيدنكم. جعلنا الله أمة الإسلام وأكرمنا برسالته سيد الأنبياء والمرسلين وأنزل عليه القرآن الكريم، والذي من أهم خصائصه أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو حبل الله المتين ونور المبين والعروة الوثقى التي من أمسك بها نجا، وهو سبيل الهداية البشرية وإخراجها من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. وقد بين أهل العلم أن نتعلم القرآن الكريم وقراءته من أشرف الأعمال وأجل ما يتقرب به العبد إلى ربه، كيف لا؟ وقد قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فالقرآن فيه خير الدنيا ونجاة الآخرة. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه:
وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا جزاكم الله خير وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.